موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة. تقصر الصلاة لكل سفر مباح، كالسفر للتجارة أو للنزهة، وكذلك أيضا للسفر الواجب كالسفر للحج والجهاد في سبيل الله، وكذلك كالسفر المستحب كالسفر للزيارة والعمرة والسفر للمرة الثانية في الحج وصلات الأرحام ونحو ذلك. وعلى هذا فالسفر المحرم لا يجوز فيه القصر، كالسفر لقطع الطريق أو قتال المسلمين أو لقصد ارتكاب المعاصي والفجور، وذلك لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالرخص لا تكون للباغي والمعتدي، والحمد لله رب العالمين.